مصر تستضيف اليوم اجتماعا للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية. الحوار الوطني يستأنف اليوم جلسات بمناقشة المحور السياسي. وروسيا تعلن إحباط هجوم شنته مسيرات أوكرانية على موسكو. العاشرة صباحا السابعة بتوقيت جرينتش، نشرة أخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. تستضيف مصر اليوم اجتماعا للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبمشاركة 11 فصيلا فلسطينيا، إضافة إلى رئاسة المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية. يهدف الاجتماع الذي يعقد برئاسة الرئيس الفلسطيني لمناقشة الأوضاع الداخلية الفلسطينية وسبل إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي حدث عام 2007 والاتفاق على رؤية موحدة لمواجهة التحديات التي تشهدها القضية الفلسطينية. تأتي استضافة مصر للاجتماع في إطار دورها الرئيسي في عملية المصالحة الفلسطينية ورعايتها للحوارات الفلسطينية وحرصها على إعادة اللحمة للشعب الفلسطيني. هذا ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي مع نظيره الفلسطيني للتباحث حول كل القضايا محل الاهتمام، وذلك في إطار الحرص على حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية. أكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان أن مصر الشقيقة احتضنت معظم الحوارات الفلسطينية، موجها في تصريحات لإكسترا نيوز الشكر للرئيس السيسي على دعمه لتلك الاجتماعات وللقضية الفلسطينية. مصر الشقيقة، نعم، التي احتضنت معظم اللقاءات الفلسطينية، معظم جولات الحوار الفلسطينية. طبعا هنا توجه بالشكر لمصر للرئيس السيسي الذي أتاح لنا المجال لكي نجتمع مرة أخرى، لأن دور المصري هو دور إيجابي، يوفر أجواء وشروط إيجابية لنجاح هذا الحوار أو هذا اللقاء. هذا من جهة. من جهة أخرى نحن نعتقد أنه بإمكاننا نعتمد على نضال شعبنا رغم الجبروت الاحتلالي الإسرائيلي والبطش الذي يلجأ إليه والاعتقالات التي يقدم عليها والجرائم التي يقترفها إلى آخره. الشعب الفلسطيني ما زال صامدا، ما زال مقاوما، ما زال واقفا على قدميه ويقاتل ويناضل ويصمد وينتفض إلى آخره. وكل الاعتداءات التي حاولت إسرائيل من خلالها أن تطوع الإرادة الوطنية للشعب الفلسطيني لم تفلح، لم تنجح. وجه الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية دكتور مصطفى البرغوثي شكرا للرئيس السيسي على جهوده لإنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية. وفي تصريحات لإكسترا نيوز أوضح أن فلسطين أمام منعطف تاريخي كبير، منوها بأنه لا يوجد مبرر لاستمرار الخلافات الفلسطينية. أكثر شعب قدم تضحيات لإسناد الشعب الفلسطيني هو الشعب المصري. عشرات آلاف الشهداء في معارك مختلفة لم تتوقف أبداً منذ عام 1948. وأكثر شعب قدم ليس فقط دعمه وإسناده وجوارحه، بل قدم الشهداء أيضا من أبنائه وبناته هو الشعب المصري. وأكثر بلد استضاف لقاءات الحوار الوطني هو مصر. لذلك نحن نشكركم ونأمل فعلا أن نكون عند حسن ظن كل أولئك المتضامنين معنا في تحقيق الوحدة الوطنية. نقدر لمصر حكومة وشعبا وقيادة بقيادة الأخ الرئيس السيسي وقوفها الدائم إلى جانب فلسطين ودعمها الدائم لجهود الوحدة الوطنية التي نرى نموذجا لها اليوم، ونأمل إن شاء الله أن تكون هذه خاتمة اللقاءات المتكررة والتي تنتهي ليس فقط إلى نتيجة إيجابية بل إلى خطة عمل ومتابعة وتنفيذ إن شاء الله. للمزيد ينضم إلينا الزميل أحمد الطهري رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ورئيس القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة. أحمد أنا برحب بك بداية. اجتماع الفصائل هذه المرة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لأول مرة بعد غياب، ماذا يحمل معه من دلالات؟ صباح الخير نادى، صباح الخير على السادة
المشاهدين. كما تفضلت بالطبع اجتماع يشكل الكثير بالنسبة للشارع الفلسطيني، ربما هي لحظة منتظرة منذ العام 2007، ما يحمله من دلالات كما تفضلت في السؤال يحمل الكثير من الدلالات، يحمل أن كل القوى والفصائل السياسية الفلسطينية تريد بالفعل أن تقف على أرضية موحدة، أن تقف على أرضية موحدة لترتيب أوراق الشعب الفلسطيني مرة أخرى، لترتيب الأوضاع الداخلية مرة أخرى. ربما اجتماع اليوم هو فرصة كبرى، فرصة كبرى لكي ينظر كل الطرف وتنظر جميع الأطراف ماذا تم تحقيقه منذ الانقسام الذي جرى في العام 2007. ربما هي لحظة مراجعة ولحظة اصطفاف وطني فلسطيني فلسطيني. طيب أحمد، يمكن أنت تحدثت على نقطة في غاية الأهمية، وهي أن هذه الاجتماعات هي فرصة للوصول إلى أرضية موحدة. هل ثمت مؤشرات بأن بعد 15 عام لربما من الانقسامات أن تحمل هذه الاجتماعات التي تحتضنها العالمين الجديدة أرضية مشتركة للوصول إلى الهدف الذي تحدثت عنه أحمد؟ يعني بمجرد فكرة مجرد انعقاد الاجتماع وقبول الدعوة، قبول دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن من قبل كافة الفصائل الفلسطينية، هذا مؤشر إيجابي للغاية. لاحظي في الأمر أن على مدار العقد الماضي أكثر المتضررين مما جرى في العالم العربي من فوضى جراء ثورات ما سميها كذبا بالربيع العربي كانت القضية الفلسطينية، كانت القضية الفلسطينية، كانت مكتسبات هذه القضية، كانت ثوابت هذه القضية، ثم بالأساس المواطن الفلسطيني. المواطن الفلسطيني أصبح الآن بحاجة إلى من يخلق له الأمل مرة أخرى. المواطن الفلسطيني هو أكثر من تضرر إنسانيا واقتصاديا وفي أحوال المعيشة من جراء الانقسام، وبالتالي هي لحظة وفاق، لحظة ترتيب أوراق، لحظة تقوية للموقف الفلسطيني بشكل عام، أن يعود الموقف الفلسطيني موحدا مرة أخرى، أن تعود القضية الفلسطينية بأركانها بثوابتها التاريخية هي صوت فلسطين وليس أي صوت آخر. طيب أحمد، ونحن نتحدث عن المواطن الفلسطيني، من وجهة نظرك لأي مدى تعتبر الظروف الطارئة التي تمر بها القضية الفلسطينية، المتغيرات لربما العالمية، التحالفات الإقليمية الجديدة، ماذا من وجهة نظرك كيف من الممكن أن يكون لها انعكاس على الوصول لمخرجات في هذه الاجتماعات؟ و الدور المصري في هذا التوقيت أحمد من وجهة نظرك ماذا يحمل في الجزء المتعلق بإعادة ترتيب الأوراق المتعلقة بالقضية الفلسطينية؟ يعني هي مدينة العالمين تحتضن هذا الاجتماع، هذا المؤتمر، ومصر هي حاضنة للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ، ليس سرا ولكنه موقف مصري معلن أن القضية الفلسطينية تشكل جزء رئيسي للأمن القومي المصري. أما فيما يخص الانقسام الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني فهو هدف استراتيجي مصري منذ العام 2007. لم تتوقف الجهود المصرية، وعندما نتحدث على الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية فهي جهود مركبة وموزعة على الكثير من الأنشطة. ستجد أنها جهود أمنية وجهود سياسية وجهود دبلوماسية في المحافل الدولية وجهود اقتصادية وجهود إنسانية، ومؤخرا أيضا بعد عمليات إعادة إعمار قطاع غزة. وبالتالي هذه الجهود المركبة وضعت أمامها إنهاء الانقسام الفلسطيني منذ العام 2007 إلى اليوم هدفا استراتيجيا، ولهذا لم تتوقف مصر أبدا على مسألة فتح قنوات الاتصال مع جميع الأشقاء في القوى السياسية والفصائل الفلسطينية، لم تتوقف أبدا عن تقريب وجهات
النظر، لم تتوقف أبدا عن محاولة إحداث التقارب وإيجاد المناخ المناسب لتحقيق التوافق، لأن مصر ليس لديها صالح إلا الشعب الفلسطيني، المواطن الفلسطيني، الحقوق التاريخية لهذا الشعب، تقوية الموقف الفلسطيني، وبالتالي عودة القضية الفلسطينية إلى الواجهة مرة أخرى كقضية مركزية إلى العالم العربي. طيب أحمد، أخيرا أنت تعلم لربما تفاصيل أزمة الاستقطاب الداخلي الإسرائيلي، هل من الممكن أن يكون لذلك تأثير على هذه الاجتماعات، وكيف من الممكن أن يكون لأزمة كهذا تؤثر بشكل مباشر على الداخل الفلسطيني في عملية سير التوافقات داخل هذه الاجتماعات؟ يعني مما لا شك فيه أن يعني كل ما يمس الحكومة الإسرائيلية إيجابا أو سلبا يعكس بأمر أو آخر على الشأن الفلسطيني، لكن الأمر هنا ليس ما يجري في إسرائيل، الأمر هنا ما يجب على الفلسطينيون أن يفعلوه، ما يجب على الفلسطينيون أن يفعلوه بتقوية موقفهم مرة أخرى بغض النظر عن المجريات ما يحدث داخليا في إسرائيل الآن. نعم، العزيز أحمد طهري، أنا بشكرك جزيل الشكر. أحمد الطهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ورئيس القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة للاجتماعات التي تحتضنها العالمين الجديدة فيما يخص القضية الفلسطينية، شكرا جزيلا لك. وجه دكتور أحمد مجدلاني، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، شكرا لمصر والرئيس السيسي لدعم فلسطين. وفي تصريحات لأكسترا نيوز، أكد مجدلاني أهمية اجتماع الفصائل الفلسطينية في مصر في ظل التطورات الأخيرة. مصر رئيسا وحكومة وشعبا التي كانت دائما هي الحضن الدافئ والجدار الواقي للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني منذ النكبة إلى الآن، وبدون شك لقائنا اللي رح يرأسه الرئيس محمود عباس له أهمية كبيرة واستثنائية نظرا للظروف السياسية الصعبة والمعقدة اللي بتمر فيها قضيتنا، وخاصة في ظل تراجع الاهتمام الدولي وبروز أولويات دولية جديدة أهمها الصراع الدولي الذي يتركز بالانتقال من نظام الأحادي القطبية إلى نظام متعدد الأقطاب، والحرب الروسية الأوكرانية مع حلف الناتو أيضا وأثارها على العالم والمنطقة بشكل خاص، وتراجع الأولوية للقضية الفلسطينية وللأولويات الأخرى في العالم الثالث والبلدان النامية. وجه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح الشكر لمصر على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وفي لقاء خاص مع إكسترا نيوز نوه فتوح بأهمية اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في ظل انعقاده بعد انتهاكات إسرائيل الأخيرة خاصة في جنين. تقدم باسم المجلس الوطني الفلسطيني بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافته هذا الحوار الفلسطيني الفلسطيني من أجل معالجة أوضاعنا الفلسطينية، وهذا الشكر موصول أيضا لجمهورية مصر العربية بموقفها الدائم إلى جانب القضية الفلسطينية وإلى جانب الشعب الفلسطيني. من ناحية أخرى، هذا الاجتماع يأتي فعلا بعد ما قامت به حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية، حكومة نتنياهو وسموتريتش، بالهجوم على مدننا وقرانا الفلسطينية، وخاصة بعد معركة جنين الأخيرة. فكان هناك دعوة من سيادة الرئيس محمود عباس بلقاء واجتماع للأمناء العامين لفصائل المقاومة الفلسطينية من أجل وضع تصور فلسطيني لمجابهة هذا العدوان وهذا التغول الإسرائيلي الذي لا يتوقف أبدا في السيطرة على الأراضي الفلسطينية، إقامة المستوطنات، القتل اليومي، الإعدام خارج القانون. تسعى مصر دوما لدعم القضية الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني الداخلي. يأتي اجتماع مصر بهدف الخروج بمخرجات فاعلة يبنى عليها ما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني. سنتابع المزيد في هذا العرض مع الزميلة آلاء طاهر. أهلا بكم.
انطلاقا من دعم مصر للقضية الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني الداخلي، تأتي استضافة القاهرة لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية. فمنذ عام 1948 وما قبله وحتى اليوم، احتلت القضية الفلسطينية الاهتمام الأكبر لصانع القرار السياسي المصري، بل باتت قضية مركزية بالنسبة لمصر، وبذلت العديد من الجهود لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، فضلا عن الجهود الإنسانية التي قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطيني، والمساهمة في جهود إعادة إعمار ما خلفه الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات في الأراضي المحتلة. ويأتي ذلك انطلاقا من الرؤية المصرية لدعم القضية الفلسطينية، والتي تبلورت في مواصلة المساعي الدؤوبة من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة على الأصعدة كافة لدولة فلسطين والشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. اجتماع القاهرة للفصائل الفلسطينية من شأنه أن يناقش الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وبحث التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية والاتفاق على رؤية وطنية شاملة وتوحيد الصف الفلسطيني والخروج بمخرجات فاعلة يبنى عليها ما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني. ويعد الاجتماع فرصة مهمة أمام الشعب الفلسطيني لاستعادة الوحدة على أساس الشراكة الكاملة وإعادة بناء وترتيب البيت الفلسطيني. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع بعد 3 سنوات منذ آخر اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، والذي كان قد جرى عبر تقنية الفيديو كونفرنس في عام 2020 وحضره 14 أمينا عاما. ولم يكن هذا الاجتماع هو الأول الذي تستضيفه مصر للفصائل الفلسطينية، فقد سبق أن استضافت مصر سلسلة حوارات فلسطينية جرى خلالها التوصل إلى عدة اتفاقات وتفاهمات للمصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي والتوحد خلف مطالب القضية الفلسطينية العادلة المتمثلة في مبادرة السلام العربية وحل الدولتين. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا لأبرز جهود دعم مصر للقضية الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني الداخلي. نشكر لكم طيب المتابعة. تشغل القضية الفلسطينية دائما اهتمام مصر، حيث تقف مصر دائما داعما لها باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، مؤكدة أن ثوابت موقفها تجاه تلك القضية لم ولن تتغير فيما تسعى القاهرة بشتى الطرق للوصول إلى حلول شاملة وعادلة على أساس حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وكذلك إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. سنتابع المزيد في هذا العرض. We'll be right back.
لم تتأخر مصر يوما عن نصرة القضية الفلسطينية منذ عام 1948، ولم تدخر جهدا للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. فمصر تعتبر القضية الفلسطينية قضية ذات أولوية متقدمة في أجندتها السياسية. على مدار تاريخها تلعب مصر دورا محوريا لحل القضية الفلسطينية كأحد أهم ثوابت سياستها الخارجية، سعيا للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية على أساس حل الدولتين. مواقف عدة تجلى خلالها الموقف المصري الداعم لهذه القضية العادلة، أهمها تلك التي كانت حاضرة على اللقاءات والمحافل الدولية التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشدد خلالها على ضرورة التوصل لحل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية، وبما يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ولعله من الملائم أن نعيد اليوم تأكيد تمسكنا بالخيار الاستراتيجي بتحقيق السلام الشامل والعادل من خلال مبادرة السلام العربية وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. تدرك مصر أن حل القضية الفلسطينية يكمن في وحدة صف أبناء هذا البلد الشقيق، الأمر الذي جعلها تطلع بمهمة جمع شمل الفلسطينيين ودعم قضاياهم الداخلية، وذلك من خلال استضافة أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة مختلف الفصائل تحت رعاية الرئيس السيسي للتباحث في عدة قضايا محورية أبرزها المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية العامة. في مسارات متوازية صارت جهود مصر على صعيد القضية الفلسطينية، من بينها ضمان حماية الشعب الفلسطيني ومقدراته، حيث نجحت الجهود المصرية في التوصل لوقف لإطلاق النار وإعادة الهدوء في قطاع غزة وسط إشادة دولية، ما يرسخ دور القاهرة كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. وانطلاقا من الدور المصري، تواصل الشركات المصرية تنفيذ عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك في إطار المبادرة التي أعلنها الرئيس السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار تخصص لصالح هذه العملية. هذا فضلا عن الجهود الإنسانية التي قدمتها مصر من خلال معبر رفح لاستقبال الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطيني. كما تسعى مصر جاهدة لحشد المزيد من الدعم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في ظل الأعباء والتحديات المالية التي تواجهها، بما يمكن الوكالة من الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين ويحفظ كرامتهم وفقا لولايتها الأممية. لمصر رؤية شاملة لحل القضية الفلسطينية تشمل ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية لقضية العرب الأولى. سنتابع المزيد في هذا العرض. استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي الخميس المقبل الموافق 3 أغسطس لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناء على توجيه الرئيس السيسي. سيتم إرجاء جلسة الصناعات الثقافية والتي كان من المقرر لها الخميس واستبدالها بجلسة خاصة للجنة التعليم لسرعة إنهاء المناقشات حول مشروع القانون، حيث تبدأ في تمام الساعة 12 ظهرا، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات في مدينة نصر.
من المقرر أن تنطلق يوم الخامس الجلسات اليوم خامس جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني في مركز القاهرة للمؤتمرات في مدينة نصر بحضور واسع من مختلف أطياف المجتمع. هذا ومن المقرر أن تناقش لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي المندرجة تحت المحور السياسي اليوم قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما تناقش لجنة النقابات والعمل الأهلي حل تحديات العمل النقابي العمالي، كما تناقش لجنة المحليات على مدار جلستين قانون الإدارة المحلية، فيما تنطلق الثلاثاء المقبل خامس جلسات المحور الاقتصادي. خطوات ملموسة وبناءة تخطوها الدولة المصرية لمساندة مصالح دول القارة الإفريقية بشتى المجالات لمواجهة كل التحديات. سنتابع المزيد في هذا العرض مع زميلة آلاء شتاوي. أهلا بكم. صارت الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي بوصلة أفريقيا نحو العالم والعالم نحو أفريقيا، إذ قطعت مصر وما زالت خطوات ملموسة وبناءة لمساندة مصالح دول القارة بشتى المجالات لمواجهة كافة التحديات، وذلك انطلاقا من إيمان القيادة السياسية الراسخ بالانتماء إلى القارة الأم ولما يجب أن تكون عليه أفريقيا كقارة فاعلة في النظام العالمي الجديد. التوجه المصري ظهر في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات القمة الأفريقية الروسية، حيث أكد أن أفريقيا بثرواتها يجب أن تكون لأبنائها على أن تبقى القارة بمنأى عن مساعي الاستقطاب في الصراعات القائمة. أيضا كلمة الرئيس السيسي تضمنت رؤية مصر بشأن الظرف الدولي الراهن وأهم المحاور التي ينبغي التركيز عليها، وفي مقدمتها أن الدول الأفريقية ذات سيادة وإرادة مستقلة وفاعلة دوليا تنشد السلم والأمن وتبحث عن التنمية المستدامة، وشدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار احتياجات دول القارة الأفريقية فيما يتعلق بالتداعيات على اقتصاداتها جراء الصراعات، وتحديدا بمحاور الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة. الرئيس السيسي أكد أيضا أهمية إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد أفريقيا على تجاوز هذه الأزمة، مع البحث عن آليات تمويل مبتكرة تدعم النظم الزراعية والغذائية في القارة، معربا عن تطلعه للتوصل لحل توافقي بشأن اتفاقية تصدير الحبوب يؤخذ في الاعتبار مطالب كافة الأطراف ومصالحها ويضع حدا للارتفاع المستمر في أسعار الحبوب. كلمات الرئيس السيسي في قمة سان بطرسبرغ تلقي الضوء على صوت مصر الذي يتحدث باسم القارة دائما ويبقي الدفاع عن مصالحها على رأس أولويات مصر في علاقاتها الخارجية. قمة سان بطرسبرغ لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة التي يحرص الرئيس السيسي خلالها على مصالح القارة، ففي ظل أزمة الغذاء التي يعاني العالم بأسره منها سلط الرئيس السيسي خلال قمة واشنطن التي عقدت في ديسمبر الماضي سلط الضوء على القارة الإفريقية وما تعانيه من نقص في الغذاء، حيث استعرض رؤية مصر لتعزيز الأمن الغذائي في أفريقيا. في سياق مشابه خلال القمة الأفريقية الأوروبية التي عقدت في بروكسل في فبراير من العام نفسه، أكد الرئيس السيسي أن الدعم المقدم لدول القارة بما فيها مصر لمواجهة تداعيات فيروس كورونا يمثل خطوة على الطريق نحو الشراكة الشاملة في المجال الصحي، داعيا الدول الصديقة إلى تعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال لدعم الدول الأفريقية وتوفير الدعم اللازم والمستدام لسد الاحتياجات الصحية. وبالنسبة لقضية تغير المناخ، أوضح الرئيس السيسي خلال الجلسة رفيعة المستوى لحوار بطرسبرغ في يوليو الماضي أن القارة لها وضع خاص
وقدرات محدودة على التعامل مع الأزمات في ظل ضعف حجم التمويل المتاح لها للتغلب على تلك الصعاب، مضيفا أن أزمتي الغذاء والطاقة فقامتا من حجم التحديات التي يتعين على الدول الإفريقية مواجهتها. إذن مشاهدينا، كان هذا عرضا موجزا حول الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية لأفريقيا انطلاقا من رؤيتها بالانتماء للقارة الأم. شكرا جزيلا على طيب المتابعة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم أوكرانية بطائرات مسيرة على أهداف العاصمة موسكو. أشار عمدة موسكو إلى أن مسيرات أوكرانية استهدفت مبنيين في العاصمة الروسية دون وقوع ضحايا. في غضون ذلك، عاد العمل في مطار فونكوفو جنوب غربي موسكو بعد إغلاقه لفترة قصيرة. قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إحباط محاولة من قبل كييف لتنفيذ هجوم باستخدام 25 طائرة مسيرة على أهداف في شبه جزيرة القرم. أضافت الوزارة أن وسائط الدفاع الجوي دمرت 16 طائرة مسيرة أوكرانية، مشيرة إلى أن 9 مسيرات أخرى تم تحييدها بوسائل الحرب الإلكترونية. وشددت الدفاع الروسية على أن ذلك الهجوم لم يسفر عن وقوع أضرار أو إصابات. ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن السلاح الجو الأوكراني نفذ 9 غارات على مجموعات من القوات والمعدات الروسية، كما أسقط الجيش الأوكراني 4 طائرات استطلاع من دون طيار. وقالت الهيئة أنه خلال 24 ساعة مضت أصابت القوات الصاروخية والمدفعية الأوكرانية نظاما مدفعيا في مواقع إطلاق نار ومستودع ذخيرة وأيضا محطة حرب إلكترونية، بالإضافة إلى مجموعة قوى بشرية معادية. أعلنت السلطات الأوكرانية في زابوريجيا مقتل شخصين على الأقل في هجوم صاروخي روسي على المدينة. وقال سكرتير مجلس المدينة أنتونالي كورتييف إن موجة الانفجار الناتجة عن القصف حطمت نوافذ 13 مبنى شاهقا ومؤسسة تعليمية. أعلنت الشرطة الأوكرانية أن صاروخاً روسياً استهدف منشأة تعليمية في مدينة سومي، ما أدى إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة 5 آخرين. أضافت أن رجال الشرطة وعمال الإنقاذ والمسعفين في مكان الحادث لإخماد الحريق. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مبادرة السلام الإفريقية بشأن أوكرانيا يمكن أن تكون أساساً للسلام، مشدداً على أن موسكو لا ترفض المحادثات بشأن أوكرانيا. واستبعد بوتين إمكانية تنفيذ وقف إطلاق النار في ظل استمرار هجوم الجيش الأوكراني، وأكد في الوقت نفسه أنه لا مؤشرات على تغيرات خطيرة على الجبهة الأوكرانية. أعرب وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشينكو عن ثقته في قدرة بلاده على الوفاء باحتياجاتها من توليد الطاقة الكهربائية خلال الأشهر الباردة المقبلة. أضاف وزير الطاقة الأوكراني أن البلاد ترفع طاقتها من توليد الكهرباء بطرق لم تلجأ إليها من قبل. We'll be right back.
التقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الأسترالي ريتشارد مارلس بجنود من دول متعددة يشاركون في مناورات تيلسمان سابر الحربية في مدينة تاونسفيل الأسترالية. يشارك في المناورات التي تضمن قتالا بريا وجويا أكثر من 30 ألف جندي من 13 دولة من بينها كندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان وبريطانيا وغيرهم. قالت مجلة فوربس إن وزارة الدفاع الأمريكية تحقق في اختراق داخلي خطير للاتصالات طال 17 منشأة تابعة للقوات الجوية. أكدت المجلة أن الحكومة الأمريكية تلقت بلاغا من متعاقد في قاعدة أرنولد الجوية بأن مهندسا سرق أجهزة اتصالات حكومية، موضحة أن المفتشين وجدوا لدى المشتبه به كلمات مرور إدارية ومفاتيح نظام إلكتروني لشبكة راديو قاعدة أرنولد الجوية. أصيب 3 أشخاص في حادث إطلاق نار في مدينة روتردام الساحلية بهولندا، وقالت الشرطة الهولندية إنها أطلقت عدة أعيرة نارية على المهاجم الذي تم نقله مع المصابين إلى المستشفى، لكن حالتهم غير معروفة. أعلنت الشرطة الكندية أن 6 أشخاص لقوا حتفهم بعد تحطم طائرة صغيرة في منطقة جبلية غربية كالجاري، وأضافت الشرطة أنه تم انتشال الجثث كلها رغم صعوبة الأمر بسبب صعوبة التضاريس، مضيفة أن مجلس سلامة النقل الكندي يجري تحقيقا في الواقعة. تحقق شرطة برلين فيما إذا كان شخصان قد لقيا حتفهما بعد القصف من مبنى اشتعلت به النيران، وقالت الشرطة الألمانية إن التحقيقات في الحريق المعتمد الخطير تتمحور حول الرجل المتوفى والمرأة المتوفى، مضيفا أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى. قال مسؤول تايلاندي إن ما لا يقل عن 9 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 100 خلال انفجار مفرقعات مخزنة في مستودع جنوب البلاد، مضيفا أن الانفجار ألحق أضرارا بأكثر من 200 منزل تحيط بالمستودع مما أثر على 365 شخصا، كما انتقلت أسر يتراوح عددها بين 20 و30 للعيش في مأوى. وأشار إلى أن الحريق تحت السيطرة وستحقق الشرطة بدقة السبب مجددا. مشاهدينا الكرام، نتحول الآن إلى الزميلة رغدة بكر نتابع معها آخر أخبار الاقتصاد. رغدة أهلا بك. صباح الخير ندى، شكرا لك وأهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الجولة الجديدة من أخبار الاقتصاد. أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة البدء في التطبيق الفعلي لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي حظر إصدار أي جهة لقرارات تنظيمية تضيف أعباء مالية أو إجرائية إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وكذا موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار، مضيفا أن الدولة ستواصل الجهود التشريعية والتنفيذية لتحقيق صالح المستثمر. جاء ذلك خلال عقده لقاء موسعا بأعضاء جمعية المستثمرين في المنطقة الحرة في الإسكندرية لبحث سبل تطوير العمل في المنطقة، حيث طالب أعضاء الجمعية ببناء منطقة حرة عامة جديدة بالقرب من الإسكندرية بعد بلوغ نسبة إشغال المنطقة الحالية 100%. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الشركات الروسية ستحقق المزيد من الأرباح،
وذلك بفضل انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب، كما أشار بوتين إلى أن روسيا ستقتسم الربح مع أفقر الدول بفضل التوصيل المجاني لحبوبها. رفض عمال عدد كبير من الموانئ على الساحل الغربي لكندا عرض الأجور الأخير المقدم لهم من أرباب العمل بعد أن نفذوا في وقت سابق إضراباً لمدة 13 يوماً كانت له عواقب اقتصادية كبيرة على البلاد. وعبرت مجموعة أرباب العمل عن خيبة أملها جراء رفض العرض الذي اقترحه وسيط فيدرالي، ووصفت العرض بأنه صفقة جيدة تقر بمهارات وجهود اليد العاملة على الواجهة البحرية في بريتيش كولومبيا، كما تؤمن الاستقرار لمستقبل موانئ الساحل الغربي لكندا، إذ تمر الصادرات الكندية الرئيسية كالفحم والقمح وغيرها من السلع والواردات مثل الملابس وكذا المنتجات البترولية عبر تلك الموانئ التي توفر طرق عبور مهمة إلى آسيا والولايات المتحدة. قال وزير المالية الفرنسي برونو لومار إن بلاده تريد الوصول على نحو أفضل إلى الأسواق الصينية، وأضاف لومار أن فرنسا تحتاج إلى تصدير المزيد من السلع إلى الصين حتى يتسنى إقامة علاقة تجارية متوازية مع بكين، مؤكدا أن بلاده تمضي على المسار الصحيح ولافتا في الوقت ذاته لأنه يعارض التصور الخاطئ للدول التي تريد فك الارتباط مع الصين. تواجه العديد من دول العالم أزمة انقطاع المتكرر للتيار الكهربائي نتيجة لموجات الحر الشديدة، ما جعل السلطات تقوم بخطوات حثيثة لترشيد الاستهلاك للكهرباء بالتزامن مع أزمة الطاقة العالمية منذ بداية الشتاء الماضي. المزيد نتابعه سويا في التقرير التالي. بسبب موجات الحر الشديدة تواجه العديد من دول العالم أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والتي يتولد عنها أزمات أخرى تتعلق بإمدادات المياه. في اليونان يواجه نظام الطاقة تحدياً مستمراً بسبب موجات الحر المتتالية وحرائق الغابات منذ بداية يوليو، وشكلت فترات بعد الظهيرة الصيفية أصعب الأوقات لحماية نظام الكهرباء من انقطاع التيار الكهربائي في اليونان. وإزاء ذلك نصحت السلطات اليونانية المواطنين بتجنب الأنشطة كثيفة الطاقة في الليل عندما لا تعمل وحدات الطاقة الشمسية. وفي جزيرة صقلية الإيطالية أصبح مئات الآلاف من السكان والسياح بلا كهرباء لعدة أيام، وتواجه أجزاء من الجزيرة بما في ذلك مدن مثل سيراكيوز وكاتانيا انقطاع التيار الكهربائي الذي أثر بدوره على إمدادات المياه الخاصة بهم. أما العاصمة الفرنسية باريس فقد شهدت العديد من أحيائها الجنوبية في الفترة الماضية انقطاعا في الكهرباء لتتحول من مدينة الأنوار باعتبارها أشهر الأماكن السياحية في فرنسا والعالم إلى مدينة ظلام، إذ استمر انقطاع الضوء لمدة 45 دقيقة متواصلة، ما أثار قلق عدد كبير من السكان من تأثير أزمة الطاقة العالمية بسبب التغيرات المناخية. الأمر لم يختلف كثيرا في اليابان، حيث تقوم السلطات بخطوات حثيثة لترشيد استهلاك الكهرباء بالتزامن مع أزمة الطاقة العالمية منذ بداية الشتاء الماضي. وكانت الحكومة اليابانية قد حثت المواطنين والقطاعات الصناعية في أنحاء طوكيو على ترشيد استهلاك الكهرباء خلال شهري يوليو وأغسطس لضمان استمرار إمدادات الطاقة خلال ذروة فصل الصيف. وأدى التضخم العالمي وما نتج عنه من الضعف السريع للعملة اليابانية إلى عدم قدرة المرافق في اليابان على حماية الأسر من أسوأ أزمة طاقة عالمية، وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة الفواتير الخاصة بالكهرباء بصورة غير مسبوقة. مشاهدينا، ختام هذه الجولة الاقتصادية، والآن أعود وإياكم إلى زميلتي ندى رضا لاستكمال أخبار العاشرة. لكن ندى، شكرا لك. شكرا لك رضا.
أعلن رئيس حكومة مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية مصرع عنصر إطفاء أثناء مكافحة الحرائق الضخمة التي تجتاح البلاد لتصبح رابع حالة وفاة أثناء مكافحة النيران، وذلك خلال موسم الحرائق الحالي الذي تشهده كندا. وتشهد المقاطعة الكندية حاليا 368 حريقا نشطا، فيما يجتاح كندا أكثر من 990 حريقا، من بينها 613 حريقا خارج نطاق السيطرة، ما تسبب في احتراق أكثر من 12 مليون هكتار هذا العام. فرضت السلطات الصينية في بكين ومناطق شمال البلاد حالة التأهب القصوى بسبب احتمالية هطول أمطار غزيرة ناجمة عن إعصار دوكسوري. كان دوكسوري قد ضرب سابقا مقاطعة فويجين، فيما تراجعت قوته ليصبح عاصفة استوائية خلال توجهه إلى البر الرئيسي، حيث أضر بأكثر من 800 ألف شخص في فويجين وتسبب في وقوع خسائر اقتصادية بقيمة 60 مليون دولار. من جديد مشاهدينا الكرام، أعود لأرحب بزميلة رغدة بكر، ولكن هذه المرة نتابع معها أخبار الرياضة. رغدة، برحب بك مرة ثانية. شكرا لك ندى، أهلا بك مرة أخرى. أهلا بكم مشاهدينا، وهذه الجولة في أخبار الرياضة. يواجه المنتخب الوطني لكرة السلة للسيدات المنتخب النيجيري اليوم في ثاني مواجهات الفراعنة في بطولة الأفرو باسكت المقامة حاليا في رواندا. استهل المنتخب المشوار بالفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 89 مقابل 78. ويواصل فريق الزمالك التدريبات استعدادا لمواجهة فريق الشباب السعودي غدا الاثنين في البطولة العربية والمقامة بالسعودية. كان فريق الزمالك استهل المشوار في البطولة بالفوز على فريق الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة، وفي المقابل تعادل فريق الشباب مع النصر بدون أهداف في الجولة الأولى من المجموعة. يواجه الأهلي اليوم فريق الداخلية ضمن منافسات الدور 16 من بطولة كأس مصر. هذا وتأهل الأهلي حامل اللقب للدور ثمن النهائي للبطولة بعد الفوز على منتخب السويس بهدف نظيف. هذا وسيلتقي الفائز في هذا اللقاء مع النادي المصري يوم الخميس المقبل في دور الثمانية. فاز فريق برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد بثلاثية نظيفة خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين في ولاية تكساس الأمريكية. خلال الاستعداد أو استعداد الفريقين للموسم الجديد، جاء الهدف الأول في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول بتسديدة من عثمان ديمبلي، وخلال الشوط الثاني أضاف الواعد فيرمان الثاني في الدقيقة 85 قبل أن يسجل فيران توريس الشوط الثالث. يواجه فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم الدولي محمد صلاح نظيره فريق ليستر سيتي اليوم في مباراة ودية ضمن معسكر الريدز في سنغافورة استعدادا للموسم الكروي الجديد في إنجلترا. واختتم ليفربول التدريبات وسط حضور جماهيري كبير لمحبي الفريق وبالأخص لمحمد صلاح في آسيا. وأصبح النجم المصري الهداف التاريخي للريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 137 هدفاً، كما أنه هو الهداف التاريخي للفريق الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا وأكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلاً للأهداف في البطولة الأوروبية. يلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مع نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني الثاني ظهر اليوم في مباراة ودية بكوريا الجنوبية.
يخوض فريق مانشستر سيتي مباراة أتلتيكو مدريد اليوم كبروفة أخيرة قبل مواجهة أرسنال في كأس الدرع الخيرية يوم 6 أغسطس المقبل على ملعب ويمبلي. يخوض فريق تشيلسي الإنجليزي بقيادة مدربه ماوريسيو في ودية جديدة ومواجهة جديدة أمام فولهام في 9:45 مساء اليوم ضمن تحضيرات البلوز لانطلاق منافسات الموسم الجديد. يسعى البلوز لتحقيق 3 انتصاراته في المباراة الودية والتي يخوضها في الصيف الحالي بعدما حقق 2 من أجمل 3 وديات خاضها حتى الآن استعدادا للموسم المقبل. ويقود الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه فريقه ترابزونسبور في مباراة ودية أمام فريق آيك أثينا في 7 مساء اليوم ضمن تحضيرات الفريق التركي لانطلاق منافسات الموسم الجديد. تعد هذه المباراة هي الودية 6 التي يخوضها تريزيجيه في المعسكر الإعدادي للموسم الكروي المقبل، حيث خاض ترابزونسبور 5 مواجهات ودية سابقة منذ بداية يوليو الجاري. تعادل فريق نانت الفرنسي المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد مع هال سيتي الإنجليزي بنتيجة 1-1 في المواجهة الودية التي جمعتهما ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد. شارك مصطفى محمد مع الفريق منذ بداية المباراة بعدما شارك بديلا في المباراة الماضية، ويخوض نانت مواجهة ودية جديدة يوم الأربعاء أمام فريق لوريان. أدى الدولي الجزائري رياض محرز أول تدريب له مع ناديه الجديد الأهلي السعودي، وذلك استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد لينضم إلى روبرتو فيرمينيو لاعب ليفربول السابق وكذا حارس مرمى تشيلسي السابق إدوارد مندي. ظهر محرز بشكل مميز برفقة بقية لاعبي الفريق، وكان أهلي جدة أعلن التعاقد مع محرز البالغ من العمر 32 عاماً حتى صيف 2027. ختام هذه الجولة الرياضية، والآن أعود وإياكم مشاهدينا إلى الزميلة ندى رضا لاستكمال أخبار نشرة العاشرة. إليك ندى مرة أخرى. شكرا لك يا رضا. مشاهدينا الكرام، بأخبار الرياضة نكون قد وصلنا لختام هذه الجولة الإخبارية، وهذه تذكرة بأبرز أهم عناوينها. مصر تستضيف اليوم اجتماعا للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية. الحوار الوطني يستأنف اليوم جلسات بمناقشات المحور السياسي. وروسيا تعلن إحباط هجوم شنته مسيرات أوكرانية على موسكو. ختاما للمزيد يمكنكم تحميل تطبيق اكسترا نيوز من خلال ابل ستور، جوجل بلاي او من خلال الكيو ار كود الظاهر امام حضراتكم على الشاشه. اشكر لكم طيب المتابعه، تقبلوا تحياتي، الى اللقاء.